اللي تزيد لنا خلينا نقول البيليروبين او تسوي لنا الجوندس عاده تكون مصاحبه مع خلينا نقول اسباب اللي تسوي لنا خلل بالليفر فانكشن تيست. اوكي، من ضمن الليفر فانكشن تيست هو شنو عندنا؟ من ضمن الليفر فانكشن تيست هو نسميه الاي ال تي والاي اس تي، تمام، اللي هو شنو هو الاي اس تي اللي هو اسبارتيت امينو ترانسفيريز، والاي ال تي اللي هو شنو هو الالانين امينو ترانسفيريز. اذا عاده نيجي نقول مثلا يعني اكو فد ارتباط بيناتهن، اكو the causes of jaundice اللي سبب لنا زياده او jaundice تسوي لنا يعني زياده روبين وتسوي لنا jaundice. the cause of jaundice عاده overlap with the causes of abnormal liver function test. اذا نجي what are the common causes of elevated serum transaminases، احنا قلنا اللي سبب لنا الجوندس هي عادة الـ causes اللي overlap with the causes that elevate the serum transaminases. زين، إذن الـ common causes of elevated serum transaminases احنا قلنا يا شباب الـ serum transaminases عندنا نوعين اللي هو ALT و AST، وقلنا الـ شنو الـ ALT هو عبارة عن الـ alanine amino transferase، الـ AST هو شنو؟ الاسبارتيت امينو ترانسفيريز، تمام، يعني عندنا الانين واسبارتيت ما يراد لها. طبيعي اذا نجي احنا هنا نشوف ارقام من نقول الكوزز اوف اليفيتد مقسميها الى ماينر اليفيشن مودريت اليفيشن والى هاي او سيفير اليفيشن، نقدر نعرف الماينر والمودريت والسيفير. دائما عاده يكون النورمال رينج هو يعني تقريبا between 10 to 40 units okay per liter، لكن هذه القيم تختلف بين يعني الريفرنس، يعني كل مختبر ممكن مثلا تلقى واحد مختبر يقول لك لا احنا الرقم مالنا من 7 الى 50 وهكذا، فبس عادة يعني متقاربة هاي الارقام تكون between مثل ما قلنا 10 to 40 units per liter. okay، عادة من نقول إذا mild elevation معناته يكون الأربعين شنو يعني تقريبا أو 10 إلى 40، يعني تقريبا double or triple، يعني ضعف أو يعني ثلاثة أضعاف النورمال رينج، هذا من نقول عليه mild elevation. السيفير مثل ما هسه راح نشوف أكثر من 300، وعادة ممكن يوصل يعني الرقم بالآلاف. أوكي، فهاي حتى تكون عندكم فكرة. إذن نرجع على common causes، زين common causes okay of elevated، وقلنا مثل ما هاي causes هي تكون يعني زيادة بال serum transaminases سواء كان ال نوعيته هو من ال alanine aminotransferase أو ال aspartate aminotransferase، يكون overlap with what with the causes of elevation in the bilirubin. إذن common causes of elevated serum transaminases نقسمها إلى minor elevation، من نقول minor يعني أكو زيادة لكن هاي الزيادة ما تتخطى less than 100 unit per liter، مو أكثر من 100 unit per liter. ما هي الأسباب؟ أولا chronic hepatitis C، chronic hepatitis C، ثانيا chronic hepatitis B، ثالثا hemochromatosis، رابعاً fatty liver disease. نيجي واحدة واحدة، من نقول عندنا minor elevation يعني يزيد السيرم ترانسأمينيز بس ما يتجاوز 100 unit per liter، قلنا chronic hepatitis C، انت صح تقول hepatitis C وخطر وكذا لكن هذني chronic يعني يمشن خلينا نقول أو تأثيرهن خلينا نقول بشكل غير محسوس، و التأثير صح على المدى البعيد لكن ما يسوي لنا acute severe elevation بالسيرم ترانسأمينيز أو بالشنوة بالروبين. فلهذا من نقول minor elevation chronic hepatitis C، أوكي؟ يعني حتى ما عنده acute presentation عادة،
الكرونيك هيباتيتس بي، الكرونيك هيباتيتس ممكن يصير ب فلير اب او اكو احيانا اكيوت بريزنتيشن، صحيح. فكرونيك هيباتيتس سي، كرونيك هيباتيتس بي، هيموكروماتوسيس يعني ترسب الحديد بالكبد، هيموكروماتوسيس. اوكي، الهيموكروماتوسيس ترسب حديد نتيجه خلل عمليه الايض مال من مال الحديد، هيموكروماتوسيس. فاتي ليفر ديزيز يعني شنو؟ وجود دهون او شحم في الكبد، لاحظ فاتي ليفر ديزيز. اوكي، وهذا نشوفه هوايه، يعني كثير مرضى يجي يسوي سونار حتى يجوز مو لسبب الكبد، يجي يكتب ابو السونار there is evidence of fatty liver. اوكي، اذا هذني اربعه يسوي لنا minor elevation. شنو minor؟ يعني الترانس امينيز اقل من 100 يونت بير لتر، كرونيك هيباتايتس سي، كرونيك هيباتايتس بي، هيموكروماتوسيس اند فاتي ليفر ديزيز. المودريت اليفيشن يعني توصل نسبة ال خلينا نقول ترانس امينيزز بين 100 الى شقد الى 300 يونت بير لتر. اسبابها اولا as above، يعني كل الاسباب اللي هي تسوي لنا minor elevation ممكن تسوي لنا moderate elevation. اوكي، يعني ممكن توصل الحالة يتحول من minor الى يوصل يعني شنو moderate. فاذا moderate elevation مثل ما قلنا moderate elevation كل الاسباب اللي تسوي لنا minor ممكن تسوي لنا شنو moderate elevation. هاي اول وحدة. بعد منو بالاضافه الى يعني ذن الاسباب الكهوليك هيباتايتس، الكهوليك هيباتايتس يعني الكهوليك هيباتايتس اللي هو التهاب الكبد نتيجه الكحول، الكهوليك هيباتايتس نشوفه بال الكهوليزم اللي يشربون الكحول، او نن الكهوليك ستياتو هيباتايتس. شنو نن الكهوليك ستياتو هيباتايتس؟ يعني اكو دهون بالكبد بس مو سببها شنو الكحول، نان الكهوليك ستياتو هيباتايتس. النان الكهوليك ستياتو هيباتايتس هم انا من تجي بالسونار شون على شكل فاتي ليفر. اوكي، الفاتي ليفر اذا بنشوفه بالسونار اما ان يكون فاتي ليفر من النوع الحميد او يكون نان الكهوليك ستياتو هيباتايتس. فلهذا احنا من نعالج المريض، طبعا الفاتي ليفر الكورس مالته بيناين حميد ما يؤذي لنا الكبد، لكن النان الكهوليك ستياتو هيباتايتس ممكن يؤذي لنا الكبد. ولهذا احنا من نعالج مريض عنده اكو بالسونار عنده شحوم بالكبد ما نعرف هل هو هذا من النوع الحميد لو من نوع النان الكهوليك ستياتو هيباتايتس، فلهذا نعالجهم الثنتهم وكانه ثنتهم نان الكهوليك ستياتو هيباتايتس. ليش؟ حتى ما نخاطر بالمريض، لانه نان الكهوليك ستياتو هيباتايتس ممكن يتطور الى شنو؟ الى فايبروسيس والى سيروسيس، لاحظ شلون؟ فلهذا نعاملهم نفس المعاملة، هو يجي فاتي ليفر خلاص أخي سوي خلينا نقول تهريز، سوي رياضة وبعض الأدوية اللي ساعدنا على التخلص من الدهون، لاحظ؟ هذا بالنسبة إذن نان الكهوليك ستياتو هيباتايتس. بعد شنو أكثر الأسباب الأخرى اللي سوي لنا مودريت إليفيشن اللي هي أوتو أميون هيباتايتس ذاتي، يعني أوتو أميون هيباتايتس يعني إنسان يصير عنده هيباتايتس مو بسبب فيروس ولا بسبب اي شيء وانما اوتو اميون. اوكي، اوتو اميون هيباتايتس. اذر كوز هو ويلسون ديزيز، ويلسون ديزيز نتيجه كبر ديبوزيشن يعني ترسب الكبد الكبر القبلها اللي هو الماينر قلنا شنو ترسب الحديد هيموكروماتوسيس، هنا شنو الويلسون نتيجه الترسب شنو الكبر، لاحظ. فاذا ويلسون ديزيز اذا صار عندنا هسه المودريت اليفيشن كل الاسباب اللي تسوي لنا ماينر اليفيشن اللي هو كرونيك هيباتايتس سي، كرونيك هيباتايتس بي، الهيموكروماتوسيس، الفاتي ليفر ديزيز، هذن كلهن ممكن يسوون مودريت ايضا اليفيشن. زائدا الكهوليك هيباتايتس، نان الكهوليك ستياتو هيباتايتس، اوتو اميون، اوتو اميون هيباتايتس، وويلسون ديزيز اللي هو شنو كبر ديبوزيشن، لاحظ. زين، نيجي على خلينا نقول النوع الثالث والاخير هو الميجر اليفيشن، يعني اكثر من 300 يونت بير ليتر. الميجر اليفيشن ما
ما هو أسبابه؟ ممكن يكون drugs. Example of this drugs هو paracetamol. يعني واحد ماخذ جرعة قوية من الباراسيتامول، فهذا راح صار يسوي لنا damage ونكروزز و high elevation in serum transaminases. إذن drugs خلوها ببالكم. Drugs example، أنت تشوف باراسيتامول بسيط بس ممكن يسوي لنا، يعني إذا واحد يأخذ مثلا شريطين جرعة واحدة ممكن رأسا يسوي لنا يعني damage للليفر ويسوي لنا death. فإذا drugs قلنا example paracetamol. بعد acute viral hepatitis. Acute viral hepatitis مثلا hepatitis A. الهيباتيتس A هو عادة كثير بالأطفال، hepatitis A كم يوم ويصير زين، لكن ما يصير chronic. بس ممكن يسوي لنا complication، acute complication. نعم ممكن يسوي لنا acute liver failure. لاحظ شقد ما هو بسيط وشقد ما هو البروغنوسيس very good وما يصير chronic، لكن ممكن أنه لهذا نقولهم الطفل خلوه يقعد يرتاح، لا تخلوه مثلا يتحرك هواية، انطوه سوائل، يعني هذا كلش مهم. وإذا شفتوا أنه ماكو استجابة ندخله ونخليه تحت المراقبة ونشوف حسب النتائج مال الابنورماليتي بالليفر فانكشن نعالجه. فإذا acute viral hepatitis. وطبعا هذا الفيرال هيباتيتس مثلا اكزامبل هيباتيتس، بس ممكن يكون اذر فيرال انفكشن اللي هو مو من ضمن هاي المجموعه. فاذا acute viral hepatitis، لاحظ acute viral. autoimmune liver disease، احنا قلنا هسه قبل شويه autoimmune liver disease يسوي لنا moderate، معناته الاوتوايميون اكو اشتراك. autoimmune liver disease اللي هسه اذا نرجع لورا شوفوا autoimmune hepatitis، هنا شنو قلنا؟ autoimmune liver disease نفس الشيء، autoimmune liver disease او autoimmune hepatitis. لاحظ اذا هذا سبب يسوي لنا major elevation. بعد من اللي يسوي لنا ischemic liver، ischemia. شلون ischemia؟ يعني هذه وحده من الاشياء اللي نشوفها مثلا انت مثلا سويت عمليه دا تشيل وسويت ligation بالخطا للارتري الهيباتيك ارتري، فايش يصير عندنا؟ ischemic liver. طبعا هذه lethal، وهذه صارت عندنا قبل سنين من اول ما بدا اللابروسكوبيك سيرجري. واحدة من الأساتذة اللي عندنا كانت كلية الطب راحت بأربيل، سوت عملية على أساس كوليسيستكتومي وبالخطأ شادين الهيباتيك آرتري، بالتالي انتهت إلى إسكيميك ليفر and death. فإذا إسكيميك ليفر. التوكسين، أهم شيء التوكسين هي أمانيتافالويدز بويزنينج، نوع من التسمم اللي هي الأمانيتافالويدز هو توكسينز يعني بالمشروم أو الفطر. Amanita phalloids poisoning toxins. Flare of chronic hepatitis B. إذا مو chronic hepatitis B وإنما flare up. يعني acute on chronic flare up. يعني واحد hepatitis B بعدين يصير activation قوي. Flare of chronic hepatitis B. إذا ببساطة يا شباب ال major elevation مثل ما قلنا ال drugs اللي هو الparacetamol يعني toxicity. acute viral hepatitis acute viral او يعني acute autoimmune liver disease او autoimmune hepatitis ischemic liver toxins اللي هي amanitophallus poisoning واخيرا flare of chronic hepatitis B. نلاحظ in patient with jaundice it is useful to consider whether the cause might be prehepatic hepatic or possible. يعني ببساطه من يجينا مريض عنده جوندس، عنده بصفار، عنده رقان، تمام؟ نحاول نعرف أنه هذا من يا خانة، من يا نوع، هل هو هذا السبب؟ يعني prehepatic جوندس، يعني ماكو إشكال بالليفر، وإنما الإشكال قبل شنو؟ يعني خارج الكبد، أو أنه بالكبد، يعني نقول عليه hepatocellular، أو أنه شنو؟ يعني post hepatic، يعني خارج، كوانسداد خارج، او اثناء خروج، يعني يدخل، خلينا نقول المواد تدخل الى الكبد وبعدين من تيت تطلع ما تقدر تلقى مجرى، يعني خلينا نقول سالك او موجود. فلهذا اي مريض in patient with jaundice it is useful to consider whether the cause might be prehepatic hepatic or posthepatic. ببساطه اولا نجي ناخذ prehepatic jaundice. It is caused by hemolysis.
or by congenital hyperbilirubinemia. يعني من انت تفكر تقول هذا عندنا بري هيباتيك جوندس، شلون اقدر اميزه واعرفه؟ اولا الاسباب مال البري هيباتيك جوندس عندنا سببين بسيطات، كوز باي هيموليسيس يعني تكسر، تكسر نشوفه يعني اي تكسر نوع، مثلا مريض عنده خلينا نقول فور اكزامبل ثلاسيميا يصير عنده تكسر، مريض عنده سيكل سيل انيميا يصير عنده تكسر، واحد عنده حساسيه من الباجيلا فافيزم يصير عنده تكسر. فاي هيموليسيس او خلينا نقول اوتو ايميون هيموليتيك انيميا هيموليسيس اوتو ايميون اللي هو عندنا وارم اند كولد تايب، اي هيموليسيس عندك تكسر حتى لو لم يكن خلينا نقول كونجينيتال او immunological، احيانا نن immunological يصير عندنا تكسر، مثلا مريض عنده artificial valve اوكي، او مريض عنده severe hypertension هم يصير عندهم دول hemolysis intravascular. المهم ما ارد ادوخكم، ال prehepatic jaundice يا شباب ببساطة this is caused by hemolysis، اذا وحدة اوكي hemolysis، اذا hemolysis شو يسوي لنا prehepatic jaundice or by congenital hyperbilirubinemia، شيء ولادي وراثي congenital hyperbilirubinemia and is characterized by isolated raised bilirubin level. يعني شنو مميزاتها؟ مميزاتها انه يعني من نجي نفحص الليفر فانكشن نسوي التراساوند كله يطلع نورمال، الابنورماليتي فقط تكون وين؟ بزياده البيلروبين حصرا. لاحظ؟ فاذا شغلتين نقول prehepatic jaundice caused by hemolysis or by congenital hyperbilirubinemia and characterized by isolated raised in the bilirubin level. Jaundice, لاحظ, due to hemolysis is usually mild. ليش؟ يعني انت من نقول انه الجوندس صفاته اذا اولا الليفر نورمال شكله بالالتراساوند، ماكو علامات مال انسداد، الدكتس او القنوات كلها الحجم مالها طبيعي، حتى اذا ابو السونار ما يشوف الحصوه بعينه ف ماكو حتى توسع، يقول لك الدايميتر ضمن الطبيعي. بعد تشوف انه الاذر ترانس امينيزز از نورمال، يعني نقول الاي ال تي الاي اس تي خلينا نقول جي جي تي اللي هو ال جاما الجاما جلوتامال ترانسفيريز الكالاين فوسفاتيز هذان كلهن نورمال، نورمال الزياده وين عندك؟ فقط بالبيلروبين. زين هنا شنو الصفات؟ انه جوندس ديو تو هيموليسيس از يوجوالي مايلد. ليش مايلد؟ لانه هيلثي ليفر كان اكسكريت ابيلروبين لود 6 تايمز جريتر ذان نورمال. يعني ليش ما يصير عندنا اللي يصير عندهم تكسر ليش ما يكون الجوندس كلش قوي؟ لانه الليفر ما بي شيء شغال، والليفر الشغال او الهيلثي ما بي مشكله يقدر عنده قابليه انه يعني خلينا نقول اذا هذا البيلروبين ضعف 6 اضعاف الطبيعي يقدر يتعامل معه. لاحظوا شلون؟ فاذا جوندس due to hemolysis is usually mild because a healthy liver can excrete a bilirubin load حتى لو صار load 6 times greater than normal. In the most common form of non-hemolytic hyperbilirubinemia is Gilbert syndrome. Non-hemolytic يعني شنو؟ congenital. من نقول non-hemolytic يعني شنو؟ congenital. احنا قلنا low hemolysis low congenital. فإذا the most common form of non-hemolytic hyperbilirubinemia يعني فقط زيادة بالبيلروبين هو اسمه جيلبرت سيندروم، وهذا يعني تشوفه نسبة عالية من البشر موجود عندهم جيلبرت سيندروم. أوكي ثانيا نيجي على النوع الثاني من الجوندس، مثل ما قلنا احنا قلنا أولا بري هيباتيك، ثانيا هيباتوسيلولار جوندس. هذا مين؟ هو من اسمه هيباتوسيلولار، الخلل بالكبد result from an inability of the liver to transport bilirubin across the hepatocyte into the bile. يعني عملية خلل، وين الخلل هذا؟ من الهيباتوسايت تأخذ هذا الشيء وتطرحه إلى البايل، إلى خارج الكبد. إذن hepatocellular jaundice result from an inability of the liver to transport عملية
عملية النقل. طبعا هي مو بس عملية نقل حقيبة، هي فادنا عملية استلام وعملية conjugation تحوير، ومثلا وبعدين عملية excretion، ثلاث عمليات استلام conjugation and then excretion. الخلل وين راح يكون؟ شنو؟ عدم قابلية الليفر أو الليفر سيلز to transport بلروبين across the hepatocyte عن طريق الهيباتوس، الخلل بالهيباتوسايت into the bile occurring as a consequence of parenchymal liver disease. عادة الخلل وين؟ بالبارانكايما of the liver أو بالليفر سيلز. بلروبين طبيعي، البلروبين transport across the hepatocyte may be impaired. يعني إذا وين الخلل اللي يصير عندنا؟ بلروبين transport across the hepatocyte may be impaired at any point between the uptake of unconjugated bilirubin. يعني أول ما يأخذ الخلية أو خلية الكبش تأخذ unconjugated bilirubin، يعني لما يتكسر عندنا شنو الهيموغلوبين راح يأخذ unconjugated. لاحظ unconjugated، ما احنا قلنا قبل شوية البريهيباتيك منو؟ بريهيباتيك هو شنو البريهيباتيك؟ قلنا إما أنه عندنا congenital أو عندنا hemolysis. فهذا من يستلمه؟ يستلم شنو؟ البيلروبين unconjugated. لاحظ، فإذا البيلروبين transport across the hepatocyte may be impaired. إذا وين يصير الimpairment الخلل؟ at any point، أي نقطة، بين من؟ between uptake. إذا أول ما الخلل وين؟ uptake of unconjugated bilirubin into the cell and transport. والخلل الآخر وين؟ transport of conjugated bilirubin into the canalicula إلى القنوات. إيه بعدين تروح إلى القنوات تتجمع إلى القنوات الرئيسية. In addition، بالإضافة أنه إحنا عندنا خلل بعملية شنو؟ عملية ال أول شيء خلينا نقول الاستلام، استلام الـ unconjugated bilirubin، ومن ثم عملية نقله إلى القنوات. تمام، ايضا بنفس الوقت راح يصير عندنا شنو؟ هاي الخليه فيها خلل في عملها، ايضا راح تكون شنو يعني مو بس الخلل، ايضا خلينا نقول صحتها، فايش يصير بها؟ swelling of the cells and edema ووذمه، يعني تنفخ abnormal resulting from the disease itself may cause obstruction of biliary canaliculi. يعني البليري كاناليكول هي القنوات الصغيرة الموجودة داخل الكبد مو خارج الكبد، فهذه لما الخلية بها خلل في عملها راح تكون مريضة، تكون شنو؟ منفوخة، بها وذمة. فهذه من تصير منفوخة سمينة هيك ايش راح يسوي؟ ضغط، يسوينا ضغط، وهذا الضغط وين؟ على القنوات، يسوينا نوع من الأوبستركشن. ولهذا خلي ببالكم من يجي مريض عنده هيباتوسيلولار جوندس، لاحظ in hepatocellular jaundice the concentration of both unconjugated and conjugated bilirubin in the blood increase. يعني الزيادة راح تكون وين؟ تكون مو فقط بال unconjugated bilirubin وإنما أيضا بال conjugated bilirubin، علما أنه إحنا نتوقع أنه ال conjugated يزيد بال post hepatic باعتبار أكو عندنا انسداد، بس هنا أكو انسداد بس من نوع آخر اللي هو انسداد داخل القنيات أو القنوات الكبدية داخل الكبد. إذن in hepatocellular jaundice the concentration of both unconjugated and conjugated bilirubin in the blood increase. نلاحظ هنا شنو يكون مصحوب بعد؟ يعني زيادة البيلروبين افتهمنا وقلنا بالهيباتوسيلر اثنيناتهم يزيدون conjugated وunconjugated. أوكي، لكن يمكن نلقى زيادة الunconjugated شوية أكثر من الconjugated، يعني بالحقيقة هو الخلل بعملية النقل للترانسبورت. تمام، ولكن أيضا قلنا بسبب أنه هذه الخلية تكون مريضة، تكون منفوخة، راح يسوي لنا ضغط ويسوي لنا زيادة بالكونجوجيتد. راح نلاحظ هنا شي يصير عندنا، لأنه هنا دا نحكي ويا الخلية بالليفر نفسه، there is increase in transaminases. الترانساميناسز من هو راح يزيد عندنا؟ راح يزيد عندنا ال ALT and AST. إذا راح يزيد عندنا الأسبارتات والألانين أمينو ترانسفيريز. بعد شي يزيد عندنا؟ يزيد عندنا أذر نسميها كوليستاتيك إنزيم
كوليستاتيك اللي يزيد فقط في حالة الأوبستركشن، من اسمه كوليستاسيس يعني أوبستركشن. كوليستاتيك إنزيم اللي هو جاما جلوتاميل ترانسفيريز جي جي تي والكالاين شنو فوسفاتيز اللي هو اي ال بي مي اوكر، اثنيناتهم ممكن ايضا يزيدن، لكن زيادتهم مو مثل زيادة الترانس امينيزز، لا زيادة ترانس امينيز راح يزيد عندنا بشكل يعني جيد، لكن الكوليستاتيك جوندس مي مو شرط يعني انه يصير زيادة واضحة، لان هذني متخصصات فقط يزيدن لما اكو significant obstruction ونشوفها بالبوست عادة هيباتيك. لاحظ انه الهيباتوسيلولار جوندس may be due to acute or chronic liver injury، يعني خلي ببالك انت لما تيجي مريض عنده liver disease وعنده hepatocellular jaundice او hepatic jaundice، ممكن يكون الاسباب acute حادة، ممكن تكون chronic مزمنة. خلنا ناخذ فد صورة عن ال acute causes. قلنا acute causes of liver injury، acute causes of liver injury مثل ايش؟ مثلا viral hepatitis، شنو نتوقع يا viral hepatitis؟ قلنا hepatitis A سوينا acute liver injury ونوبات حتى liver failure، رغم انه تصرف عادة نعرفه بالاطفال hepatitis A، يعني هو بصفار بسيطة روح نطي شوية سوائل وخلي يرتاح تمام، وبالعامية احنا نقول له شوية نطي عسل تمام. فاذا viral hepatitis A، B شو وقت B؟ قلنا ما يصير flare up مو كرونيك، نحن نقول أكيوت، نحن لقينا بي هو شنو عادة يكون البي يكون كرونيك، لكن ممكن يكون أكيوت بريزنتيشن أو أكيوت فلير أب. نعم الإي هذا عادة يكون نشوف أكثر شيء بالبريجننسي، همنا ممكن يسوي لنا فيرال أكيوت فيرال إنجري أو فيرال هيباتيتس أند ليفر إنجري. دراجز مثل ما قلنا هسه قبل شوية حكينا باراسيتامول توكسيسيتي، هاي أبسط مثال. الكهوليك ليفر ديزيز، الالكهوليك هذا وين ما تي يرهم اكيوت كرونيك زين، الكهوليك ليفر ديزيز، اوتو اميون هيباتايتس، الاوتو اميون هيباتايتس ايضا ممكن تكون برزنتيشن وذ شنو اوتو اميون هيباتايتس، وحتى من تذكرون هسه قبل ما حكينا عن زياده ترانس امينيزز ممكن يكون بالمودريت وبالسيفير تايب او الهاي تايب ممكن يزيد عندنا بسبب الاوتو اميون هيباتايتس. الاوتو اميون هيباتايتس ممكن تكون ضمن الاكيوت كوزز اوف ليفر انجري، يعني البريزنتيشن مالتين تكون اكيوت بريزنتيشن. كرونيك كوزز اوف ليفر انجري مثل ناخذ كرونيك فايرال هيباتايتس، كرونيك فايرال هيباتايتس مثلا هيباتايتس بي ان سي، الكهوليك ليفر ديزيز قلنا الكهوليك ممكن البريزنتيشن تكون اكيوت او كرونيك، ونن الكهوليك فاتي ليفر، نن الكهوليك اللي هن حكينا عنه قبل شويه، نن الكهوليك فاتي ليفر، هيموكروماتوسيس قلنا ترسب الحديد هيموكروماتوسيس، ويلسون ديزيز يعني هذن كلهن طبعا شنو لانه هذني ميتابوليك يعني اكو خلل خلينا نقول ولادي او وراثي، فلهذا هذه تاخذ اوقات فتكون عاده البرزنتيشن شنو تكون كرونيك. لاحظ فاذا قلنا هيموكروماتوسيس ترسب الحديد، ويلسونز ديزيز ترسب الكبر، اوكي الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي هذه نوع من الديفيشنسي كونجينيتال، ايضا كريبتوجينيك، كريبتوجينيك يعني ما معروف السبب كريبتوجينيك، برايمري بيليري سيروسيس هذا نشوفه عاده يعني بالاعمار الأربعين سنه بالنساء حصرا، يعني بالرجال ابدا ما يصير برايمري بيليري سيروسيس أو جزء نادر، عادة هو مرض النساء primary biliary cirrhosis. primary sclerosing cholangitis هذا عكس يعني أكثر شيء تشوفه بالميل primary sclerosing cholangitis، هذين كلهن يا شباب chronic causes of liver injury لأنه ذني عادة يعني يحتاجن وقت طويل حتى يسوينا الإفكت. وذكرنا chronic viral hepatitis alcoholic liver and alcoholic fatty liver هيموكروماتوسيس ويلسون ذني كلهم ديبوزيشن ترسبات هيمو ويلسون الفا 1 انتي